السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. بعد ما شرحنا دروس الوحدة التانية كلها في كتاب المعاصر وكمان حلينا تمرينات المعاصر، تعالوا بينا يلا نحل تمرينات كتاب بيت باي بيت كلها من اول درس لاخر الوحدة. تابع معانا، بس قبل ما نبدأ يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك التنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. تعالوا نبتدي يلا بالدرس الاول في صفحة 68، وده طبعا بناء على المحادثة اللي ضارب بين سليم ووائل. فبقول لي سليم ولا وائل is watching a squash match، يا ترى سليم ولا وائل هما اللي بيتفرجوا على squash match؟ قال لي وائل، ودي given ادهالك. نمبر 2 بقول لي سليم and وائل like ولا don't like sport، يعني سليم وائل بيحبوا ولا بيحبوش الرياضة؟ اكيد طبعا like بيحبوا. نمبر 3 بقول وائل is worse ولا better at football than he is at tennis، طبعا حبايبي شكل ما شفنا ان وائل قال ان هو احسن في التنس من كرة القدم. طب هنا بقى بيقول لي هو في كرة القدم ايه بالنسبة للتنس؟ اكيد طبعا هقول worse. worse حبايبي بمعنى اسوأ. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي they agree to play a later، يعني هما اتفقوا. كلمة agree حبايبي معنى اتفقوا ان هما يلعبوا squash ولا football لاحقا. طبعا شكل ما شفنا ان هم اتفقوا يلعبوا فوتبول، فوتبول هي كرة القدم. تعال نشوف يلا حبايبي السؤال التاني بيقول له look and match، يلا انظر ووصل. اول لعبة معنا الكونغ فو، الكونغ فو رياضة الكونغ فو ودي ان اف. طيب التنس، ادي التنس اتس سي. طيب سيلينج، قلنا السيلينج حبايبي اللي هو الابحار، والابحار ده بيكون بقارب، يبقى دي طبعا اتش. اللي بعدها سويمينج، سويمينج حبايبي اللي هو السباحة. سكواش لعبة السكواش، ادي السكواش فوق اتس اي. اللي بعدها كراتي، كراتي اللي هي رياضة الكراتي طبعا اتس جي. اللي بعدها فوتبول، فوتبول هي كرة القدم. فين كرة القدم حبايبي؟ ايوه اللي الاولاد بيلعبوها فوق. بعدها هاندبول، فين كرة اليد؟ ايوه اتس لتر دي. تعال نشوف حبايبي يلا الاكتيفيتيز اللي هو مديها لي في صفحه 69، عندي playing عندي great عندي two. بقول سليم بيقول what are you watching، وقلنا حبايبي ان ده مضارع مستمر عشان ار جاي وراها verb plus ing. فوائل قال له an old match between علي and عادل it's a I love squash، شكل ما شفنا في المحادثه كان بيقول it's great، وقلنا great حبايبي بمعنى عظيم. فسليم قال له مي اي هو از ويننج، طبعا كان بيقول له انا كمان اسمها مي تو يعني وانا ايضا. فلما سالوا هو از ويننج مين اللي فاز، فوائل قال له علي هي از فيري جود ات اي سكواش، شكل ما شفنا حبايبي ان جود ات بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي او ناون او اسم، فبالتالي هقول بلاينج بلاينج. تعالوا نشوف يلا السؤال الثاني مع بعض، وده سؤال توصيل. اول لعبه طبعا الكراتي، الكراتي طبعا بي يبقى هوصلها بي. طب كونغ فو اتس اي، ادي الكونغ فو. طب سكواش فين السكواش؟ اتس اي، يبقى وصلها بايه حبايبي؟ هاند بول، فين رياضه الهاند بول؟ برافو عليكم اتس سي. سيلينج، سيلينج طبعا اللي هو البحر بقارب اتس دي. تعالوا نشوف يلا سؤال التوصيل، بيقول لي وات ار يو اي حبايبي، انا قلت طالما في ام او از او ار وجاي وراها فعل، الفعل ده بيكون فيه اي ان جي عشان الزمن ده present continuous يعني مضارع مستمر. نمبر 2 بيقول لي what sport are you good، قلنا good بتاخد حرف الجر at، برافو عليكم. نمبر 3 بيقول لي she is bad at handball but she is a at tennis، بيقول ان هي سيئه في كره اليد ولكنها ايه في كره التنس. طبعا حبايبي هنا في احتمال من الاحتمالين، يا اما انها افضل او جيده في التنس، يا اما انها تكون اسوأ في رياضة تانية. يعني اقول هي سيئة في رياضة ولكنها اسوأ في رياضة تانية، فبالتالي هقول but she is worse. worse حبايبي بمعنى اسوأ في رياضة التنس. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي I love sailing، يعني انا بحب الابحار. it is fun، قلت حبايبي يبدو اسمها looks، وانا قلت لكم قبل كده ان كلمة look لما يجي وراها adjective صفة خلاص بيبقى معناها يبدو مش معناها ينظر، بيبقى معناها يبدو مش معناها ينظر. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب، بقول bad playing I am at tennis، طبعا هبدأ I am يعني أنا، طبعا هجيب الصفة bad، طب bad بتاخد حرف الجر at،
باد اد بيجي ورا فيرب بلس اي ان جي، باد اد بلاينج تنس يعني انا سيء في لعب التنس. تعال نشوف نمبر 2 واتشينج يو وات اور، طبعا السؤال بتاعنا عادي خالص اهو، وات اداه استفهام اور فعل مساعد، يو ادي فاعل، واتشينج حبايبي ادي الفعل الاساسي يبقى وات ار يو واتشينج. طب تعال نمبر 3 بيقول لي جو ليتس كلوب تو ليتر ذا، طبعا هنا انا عارف ان ليتس بيجي وراها فعل في المصدر يبقى ليتس جو، طيب جو بيجي وراها تو، طيب هنروح فين يبقى ذا كلوب، هنروح النادي. طبعا كلمه ليتر معناها لاحقا او فيما بعد. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي فيفريت سويمينج اور ماي سيلينج اند، طبعا هنا المفروض اقول ماي favorite هنا حبايبي جمع يعني my favorite sports، طبعا هقول or، طبعا لو بدأت بأي واحدة من الاتنين بقى صح، يعني ممكن اقول swimming سباحة and sailing، ممكن اقول sailing and swimming، لو قلت اي واحدة من الاتنين صحيحة. تعال نشوف يلا الباراجراف بتاعنا الجميل اللي احنا اتكلمنا عنه واحنا بنحل في المعاصر، ودي اسهل حاجة بكتب فيها وهي your favorite sport يعني رياضتي المفضلة. طبعا هنا عشان ابدأ لازم اقول في الاول I like sport، I like sport يعني انا بحب الرياضة، تاني I like sport يعني انا بحب الرياضة، وبعد كده ابدأ اقول my favorite sport يعني رياضتي المفضلة is، طبعا جايب لي في الصورة حبايبي كراتي، طبعا لازم اكتب اللي هو جايبها لي في الصورة، يبقى my favorite sport is karate. طبعا المفروض حبايبي طالما بكتب عن الرياضة المفضلة اقول انا بلعبها فين وبلعبها مع مين وبلعبها امتى، يبقى حاول الاول انا بلعبها فين، يبقى I do، وانا قلت لكم حبايبي ان في رياضات بتاخد الفعل do وهي الرياضات اللي ما فيهاش كورة ولا فيها ing، I do karate at the club يعني في النادي، I practice it with my friends يعني انا بمارسه مع اصدقائي. طيب عايز اقول كمان ان انا بمارسه قد ايه في الاسبوع مثلا، يبقى I practice it three times حبايبي يعني 3 مرات a week، وان a week معناها في الاسبوع. ممكن انهي واقول it's an interesting sport يعني ايه يا حبايبي، رياضة شيقة او رياضة ممتعة. تعال نشوف يلا يا حبايبي سؤال البنكتويشن بقول سليم اند وايل لايك سبورت، طبعا حبايبي الاس بتاعت سليم هتبقى كابيتال عشان ده اسم شخص وكمان في اول الكلام، اند مفيهاش اي حاجة، وائل طبعا اسم شخص يبقى لازم الدبليو كابيتال، لايك مفيهاش اي حاجة، سبورت برضو مفيهاش حاجة بس في الاخر الفلسطوب بتاعتي. What sport do we have in Egypt؟ طبعا حبايبي هبدأ بوات الدبليو كابيتال عشان في اول الكلام، سبورت طبعا يعني رياضة، do we have in طبعا ايجيبت دولة والدولة لازم تبدأ بحرف كابيتال يبقى ايجيبت الاي كابيتال، وحط في الاخر question mark حبايبي عشان ده سؤال. تعالوا يلا نشوف حبايبي تمارين الدرس الثاني في صفحة 73، مديني سؤال فوق بيقول لي صح الجمل دي، وشكل ما قلنا كلها بتعتمد على good at و bad at و great at و better at اللي كله بيجي وراه فعل في ing او noun. نمبر 2 بيقول لي my sister is very good at write poems، طبعا حبايبي هنا لازم اقول writing، وخلي بالك ان انا لما اجي احط ing بشيل الاي. نمبر 3 Sam is bad at speak French، طبعا حبايبي هنا لازم اقول ها speaking عليكم ليه عشان at. They are great at help، هقول له لا helping ليه، اقول له لان great at و bad at و good at كل ده بيجي وراه verb plus ing. لو بصينا تحت في نفس الصفحة اللي هي صفحة 73 طبعا مديني climb trees cook do jigsaws draw jump walk across the desert،
طبعا كلايم تريز يعني يتسلق الاشجار، كوك يعني يطبخ، دوجكسوز يعني يحل الغاز الصور، درو يعني يرسم، جامب يعني يقفز، ووك اكروس ذا ديزرت يعني يمشي عبر الصحراء. خلي بالكوا حبايبي ان كل الافعال ديت لسه ما حطلهاش اي ان جي. هو بيقول لي بقى هنا حبايبي شوف الناس او الحيوانات اللي في الصوره دي جيده في ايه واكتب جمل عنها. فمثلا اداني مثال المونكيز وقال المونكيز ار، خلي بالكوا طالما هجيب صفه حبايبي لازم اجيب قبلها فيرب تو بي. فقال لي مونكيز ار جود ات كلايمينج تريز، خلي بالك ان البي هنا سايلنت. طب تعال نشوف حبايبي الكاتس، الكاتس هنا بتعمل ايه؟ جامبينج، اه بتقفز. يبقى اذا هقول كاتس ار جود ات جامبينج يعني القطط جيده في القفز. طب تعال نشوف الكاملز، اه الكاملز جيده في ايه؟ في المشي عبر الصحراء. يبقى اذا برضو فيرب تو بي بتاعي ار وبعدين جود ات يعني جيده في، طبعا ووك هخليها ووكينج اكروس ذا ديزرت يعني هي جيده في المشي عبر الصحراء. طيب تعالوا نشوف حبايبي بعدها مديني مازن. طب مازن هنا بيعمل ايه؟ بيركب الصور يعني بيعرف يحل الغاز الصور، فبالتالي هقول مازن. طب مازن ياخد ار؟ هتقول لي لا يا مستر ياخد از. طب يبقى مازن از جود ات يعني جيد في، دو هتبقى دوينج، برافو عليكو. اه جيكسوز، وانا جيكسوز اللي هي لعبة الصور، الصور المقطعة. طيب تعال نشوف اللي بعدها ريم. طب ريم كويسة في ايه؟ هتقول لي في الرسم يا مستر، وريم تاخد از جود ات drawing، وهتقول draw لان good at بيجي وراها very plus ing. طب تعالى كده نشوف اللي بعدها، بيقول لي dad. طب بابا، بابا ايه بقى؟ ممتاز في الطبيخ، فبالتالي هقول dad is good at cooking يعني جيد فين يا حبايبي؟ في الطبيخ، برافو عليكم. تعال نشوف السؤال الرابع، بيقول لي look and listen match the people to what they are good or bad at، write d for Dalia and A for Asir and S for Salma. Dalia طبعا اللي بتكلم حبايبي بتقول Hi I am Dalia I am good at playing football، عشان كده كتبنا هنا D يعني أنا جيدة في لعب كرة القدم. And making cakes، وعمل الكيكة، فين الكيكة؟ هي مستر، يبقى اكتب عليها كمان D. I am bad at playing handball، يعني أنا سيئة في لعب كرة اليد. Asir is my brother، يعني Asir ده أخويا. He is good at playing tennis، أو فين التنس؟ يبقى ده هكتب عليه A عشان Asir. And he is bad at helping me in the kitchen، هو سيء في مساعدتي في المطبخ، فين المطبخ؟ اهوت، يبقى هكتب عليه ايه برضو؟ آسر. طيب بيقول لي my sister's name is سلمى، يعني اختي اسمها سلمى. she is good at doing math، اه شطرة في الرياضة، يبقى هكتب هنا اس حبايبي. طب وبعدين بيقول لي she is bad at tidying her room، سيئة جدا في ترتيب غرفتها، يبقى هكتب هنا حبايبي از برضو بتاعت سلمى. تعالى السؤال رقم 5، بيقول لي listen again and complete the sentences، المفروض ان احنا هنسمع مرة تانية وبعدين نكمل الجمل دي. Hi I'm Dalia I am good at playing football، يبقى حط هنا حبايبي at. And making cakes I'm bad at playing handball. Asir is my brother he is good at playing tennis، يبقى هكتب هنا حبايبي good. And he is bad at helping me in the kitchen، يبقى هنا حبايبي هكتب helping. My sister's name is Selma. She is good at doing math. طبعا هنا حبايبي مديني good اصلا، بس انا ممكن ازود اقول she is very good at doing math، يعني هي جيدة جدا في حل الرياضيات. She is bad at tidying her room، المفروض طبعا حبايبي النقط كانت تبقى هنا، والمفروض هنا اكتب bad، معلش دي غلطة في الطباعة بتاعت الكتاب، يبقى bad at tidying her room. تعالوا حبايبي يلا في صفحة 76، وده كان الجزء الثاني في الدرس بتاعنا، وكان بيتكلم لي عن الماث الرياضيات، وده اللي كان خاص بجمع وطرح الكسور العشرية. في صفحة 76 مديني مسائل وبيقول لي اختار الإجابة الصحيحة، وطبعا عشان اختار حبايبي لازم احل المسألة الاول عشان اقدر اختار اختياري صحيح.
طيب تعال نشوف المسألة الأولى محلولة، خلاص سيبنا منها، تعال يلا على المسألة الثانية. بقول 9.076 plus 8.894 equals، يا ترى الرقم ده ولا الرقم ده؟ يبقى لازم نجمع. قلت لكم حبايبي لما اجي اجمع القصور العشرية اهم حاجة عندي هي الديسيمال بوينت، يعني النقاط العشرية. ليه؟ لان بكتب الارقام بالترتيب يمين وشمال عشان اعرف اجمع. يعني هنا مثلا الرقم الاولاني ادي 9 ادي 0 ادي 7 وادي كمان 6، وسع كده عشان الكلام يبقى مظبوط معاك. طب الرقم الثاني ادي 8 وادي 9 وادي 4. يلا بقى تعالوا نجمع حبايبي. هتقول لي بجمع منين؟ من يمة اليمين. 6 بلس 4 6 و 4 هتقول لي 10 10، يبقى هكتب ال 0 واحط ال 1 هنا فوق ال 7 يبقى 8. طيب 8 بلس 9 8 و 9 هتقول لي 8 و 9 17 17. طيب يبقى هكتب ال 7 واروح بالواحد على الصفر يبقى 1. 1 بلس 8 is 9. طيب العلامة لازم هنا ثلاث أرقام، يبقى أحط العلامة بعد ثلاث أرقام. طيب 9 plus 8 is 17، تطلع 17.970. فين الإجابة دي؟ هتقول لي أهي يا مستر التانية. تعال نشوف حبايبي يلا المسألة اللي بعدها. بقول لي 60.678 minus 50.356. هقول لك نفس الكلام، اهم حاجة حبيبي هي الديسيمال بوينت، العلامة العشرية. ليه؟ هكتب العلامة العشرية فوق بعضها، لازم احط الارقام فوق بعضها بالترتيب. يلا هكتب هنا 60، طيب ويمة اليمين هكتب 6، ابعد شوية 7، وابعد شوية كمان 8، طيب وهنا هكتب 50. طيب يمة اليمين هكتب 3 5 وكمان 6. يلا بقى نطرح، خلي بالكم ان دي طرح مش جمع. برضو لما اطرح بطرح من يمة اليمين 8 minus 6، برافو عليكم، is 2. 7 minus 5 is 2. 6 minus 3 is 3. حط البوينت بتاعنا. 0 minus 0 is 0. 6 minus 5 is 1. So it becomes 10.322. فين حبيبي الإجابة دي؟ هتقول لها يا مستر التانية. تعالوا يلا نشوف المسألة الرابعة. 129.675 minus 6.231. تعالوا نشوف يلا ونكتب. آدي الديسيمال بوينت، يعني العلامة العشرية بتاعتي. اكتب بالترتيب، ادي 9 ادي 2 ادي 1 ادي 6 ادي 7 ادي 5، كله تحت بعضه. ال 6 دي فين؟ اول واحده يا مستر. طيب نكتب هناك 2 3 1. يلا حبايبي نطرح، خلي بالكوا ده طرح. 5 minus 1 is 4. 7 minus 3 is 4. 6 minus 2 is 4. 4 4 4 point 9 minus 6 is 3. وحط ال 12 بتاعتي حبيبي شكل ما هي، تبقى 123.444 or 444. فين دي؟ هتقول لها يا مستر. تعال نشوف حبيبي يلا المسائل اللفظية اللي موجودة معنا. بقول if one tree is 3.459 meters، يبقى لو في شجرة، قولي لو في شجرة طولها 3459 من ألف. And another tree is 2.753، يعني وشجرة تانية طولها 2 متر و753 من ألف. What's the difference؟ وأنا قلت له حبيبي وإحنا بنشرح إن difference دي معناها طرح على طول، عايز الفرق. طالما الفرق يبقى دي عملية طرح. طب هطرح إزاي؟ آدي الديسيمال بوينت بتاعتي، آدي 3 تحتها حط 2، add 4 add 5 add 9 حط تحتهم 7 5 and 3. يلا حبايبي نطرح. 9 minus 3 is 6.
Excellent. 5 minus 5 is 0. Okay. 4 minus 7 ايه ده يا مستر؟ 4 لو طرحت منها 7 مش هينفع. روح جاي رايح واخد واحد منين حبايبي؟ من التلاتة، فالتلاتة تبقى 2 والأربعة تبقى 14. 14 minus 7 is 7 البوينت بتاعتي. 2 minus 2 is 0 طلعت ايه يا حبايبي؟ 0 point 706. تعال نشوف يلا المسألة اللي بعدها. بيقول لي جيهان ran 3.567 kilometers on Sunday and 5.258 kilometers on Tuesday. What's the total distance that Jihan ran? أول ما يقول لحبايبي total يبقى ده جمع على طول. تاني أول ما يقول لي total يبقى أنا عايز الجمع. طيب حجم عزيزي يا مستر، ادي الديسمال بوينت فوق بعضها. يلا نكتب ادي 3 وادي 5 ادي 5 وادي 6 وادي 7 وتحت حبايبي 2 5 and 8. يلا نجمع ونطلع الناتج على طول. 7 plus 8 is 15. طيب هكتب ال 5 وال 1 يروح لمين حبايبي؟ لل 6 تبقى 7. 7 plus 5 is 12 يبقى هكتب ال 2 وال 1 I put it on 5 يبقى 6. 6 plus 2 is 8 حط ال point بتاعتي. 3 plus 5 is 8 يطلع الناتج 8.825. تعال نشوف حبايبي يلا المسألة اللي بعدها. بقول طاهر bought 2 watermelons يعني طاهر اشترى بطيختين. One weighs يعني واحدة وزنها 2.657 kilogram and the other weighs 3.205 kilogram. Fine. أول حاجة عايز the total. ونقول يعني يا حبايبي توتال، توتال ده اللي هو المجموع، وطالما مجموع يبقى اذا حجمع. طبعا ادي الديسمال بوينت، ادي 2 ادي 3 ادي 6 ادي 5 ادي 7 تحت هكتب 2 0 and 5. يلا حبايبي نجمع. 7 plus 5 is 12 خلاص هكتب 2 وال1 احطها على ال5 تبقى 6 plus 0 is 6. 6 plus 2 is 8 point 2 plus 3 is 5 تطلع يا حبايبي 5.862. تعال بقى يا حبايبي بيقول لي the weight difference between the two watermelons. عايز الفرق بين البطختين. واول ما اقول difference حبايبي خلاص يبقى دي على طول مسألة طرح. طب هطرح ازاي يا مستر؟ هكتب الكبير الاول 3. طب نكتب الاول البوينتس يا حبايبي عشان نمشي شكل ما احنا ماشيين. ادي البوينتس وبعد ما اكتب البوينتس ادي 3 2 0 and 5 وادي 2 6 5 and 7. يلا حبايبي تعالوا نطرح. طيب 5 minus 7 هتقولي لا يا مستر مش هينفع. طب الصفر 0 مش هاخد منه حاجة. طب ال 2 قال لي اخد منها فال 2 تبقى 1. طيب فده يبقى 10 اخد منه 1 يبقى 9 ودي تبقى 15 يعني 15. طيب 15 minus 7 is 8 خلاص دي بقت 9 minus 5 is 4. طب ال 1 يا مستر minus 6 هتقول لي مش هينفع يبقى اخد من هنا 1 تبقى دي 2 ودي 11. 11 minus 6 is 5 احط البوينت بتاعتي وطبعا 2 minus 2 is 0 فيطلع الناتج حبايبي 0 او فارق بتاعهم 0.548. تعالوا نشوف حبايبي بقى الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي في صفحه 77. She is good at football. طبعا حبايبي قلنا good at بيجي وراها verb plus ing. They are great helping their mom برضو نفس الكلام great بتاخد حرف الجر at. I'm good at reading Arabic. إيه I'm bad at. طالما هنا good حبايبي وهنا bad يبقى على طول ده تناقض فبالتالي هقول but. Number 4 بقول I'm good at table tennis. I can move fast. طبعا إيه اللي مخليني جيد؟ السبب يعني قال I can move fast يبقى شكل ما قلنا طالما جاب لي السبب يبقى هختار because.
Number 5 بولي مونكيز ار جود ات ايت تريز. طبعا حبايبي جود ات بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي فهقول كلايمينج كلايمينج. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل بيقول لي اي ام جود. طبعا جود محتاج ايه؟ هتقول لي ات يا مستر. يبقى ام جود ات playing tennis يعني انا جيد في لعب التنس. يبقى هوصلها بسي. نمبر 2 بيقول ام جود ات ريدنج يعني انا جيد في القراءه. اكيد انا هجيب تناقض واقول but ام باد ات دوينج جيكسوز لكن انا سيء في حل لغز الصور. طيب تعال نشوف what are. طبعا هنا ده سؤال يبقى what are you bad at يعني انت سيء في ايه. طب تعال نشوف اللي بعدها camels are. بقول لي ان الجمال دي اكيد الجمال جيدة في المشي عبر الصحراء. يبقى are great at walking across the desert. دي طبعا B. طب she is good at. انا good at حبيبي بيجي وراها verb plus ing او noun او اسم. بقول she is good at handball يعني هي جيدة في رياضة كرة اليد. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الثالث بنملى الفراغات يلا بالكلمات دي. but لكن bad سيء helping يعني مساعدة. بقول لي my sister إسراء is a good girl يعني بنت جيدة. she is good at a her mom in the kitchen. أكيد good at هيجي وراها verb ing يبقى helping يعني هي جيدة في مساعدة مامتها في المطبخ. she is very a at making cakes. طبعا أكيد هي يقول good يقول bad. طبعا اللي مدهاني هنا bad يبقى هي سيئة في صنع الكيكة. A she is great قبل العكس هو يبقى على طول هقول but she is great at making shawarma. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الرابع وده سؤال تصحيح الأخطاء. بقول لي he is great at. طبعا great at بيجي وراها verb plus ing يبقى great at playing. علي is bad a speaking French. طبعا bad بتاخد حرف الجر at. I'm good at a dinner. هتقولي making a mister عشان good at big or a verb plus ing. لاحظ انا شلت ال e. They are bad at do karate. هتقولي doing a mister ليه عشان bad at big or a verb plus ing. اللي بعدها I'm very good at football because I'm very bad. طبعا هنا قبل good وهنا bad يبقى ده تناقض يبقى لازم احط ايه حبايبي but. برافو عليكم. طب تعال نشوف يلا سؤال الترتيب. اول جملة حبايبي بيقول لي are which your sports favorites. طبعا هقول ايه هي رياضاتك المفضلة. طبعا هنا ما تقولش which are your favorite sports غلط لان favorites دي ده لما جاب لي فيها اس جمع ما ينفعش اجيب بعدها اسم. فهقول which sports حبايبي يعني اي رياضات are your favorites يعني ايه الرياضات المفضلة عندك. ايه الرياضات المفضلة عندك. is he good football at. طبعا هبدأ به is good at يعني جيد في football يعني كرة القدم. طب اللي بعدها are bad what you at. سهلة يا مستر. هقول what are you bad at. طب اللي بعدها سهلة جدا bad making he is dinner at. نفس الكلام يبقى هقول he is bad at making dinner. تعالوا نشوف حبايبي يلا اخر سؤال معنا هو الترقيم. طبعا بقول له what about you عمر. طبعا الوات هتبقى capital W. about you اكيد عمر الاو عشان ده اسم عمر سوري الاي الاي ده عمر مش عمر الاي عشان ده اسم شخص. وفي الاخر طبعا الكوستشن مارك بتاعتي لان ده سؤال. طيب اللي بعدها بيقول لي they are good at tennis. طبعا التي بتاعي they apostrophe re good at tennis. برافو عليكم. في الاخر فلسطوب عشان دي جملة عادة. تعال حبايبي يلا نروح لصفحة 86 ودي تمرينات على الدرس التالت. طبعا مديني اول كلمة كلمة sun. sun sun حبايبي يعني شمس. قلت لكم حبايبي دي س ا ن يعني لو انا قسمتها هتبقى س ادي صوت ا ادي صوت ن ادي صوت يبقى دول تلات اصوات.
احنا قلنا ان الاصوات اللي بتتنطق فقط لا غير، قلنا قبل كده لو ترجعوا للشرح في كتاب المعاصر قلنا ان الصوت ساعات صوتين اتنين، حرفين اتنين بيكونوا صوت واحد، وساعات حرفين متحركين برضو بيكونوا صوت واحد. اذا انا بعامل على اساس النطق مش على اساس عدد الحروف. تعال على الكلمة التانية، مان، مان حبيبي بمعنى رجل. سوك، سوك حبيبي بمعنى شراب، ودي اف. طب بن، بن حبيبي بمعنى قلم، ودي برضو تلاتة. هري ايه؟ تلاتة. يعني دي سوك تلاتة ولا اربعة؟ هتقولي لا تلاتة. س او ك، طبعا الاتنين دول بينطقوا صوت واحد. كات، كات يعني قطة، برضو تلاتة. والقطة بي. ريد، ريد بمعنى احمر، ادي سي. تعال حبيبي يلا على السؤال اللي بعده، بيقول circle three sounds in the words then write the word. المفروض ان احنا بنعلم على الثلاث اصوات وبعد كده بنكتب الكلمة بالكامل. دي اسمها fish، ف اه ش، ونكتب fish. طيب full، full، full حبيبي بمعنى مليان. طيب ف او ل، شوف ما دول حرفين اتنين لكن نطقوا صوت واحد، فل يعني مليان. نك يعني رقبة، ن اه ك، ادي التلاتة. تبقى كلمة نك ده صوت واحد، خلي بالك مش صوتين اتنين. تعال نشوف حبيبي السؤال اللي بعده، بيقول listen and say then listen and write. مفروض ان انت بتسمع الكلمة وبعدين تكتبها. تعال نشوف كده مع بعض. نك، نك، برافو عليكم. ان اي سي كي، كات، جميل. ساك، جميل جدا. دول، رائع. فيش، ممتاز. سن، تعال يلا في صفحة 87، بقول listen and check the words with the long vowel sound. يعني اسمع وشوف أي واحدة من دول اللي فيها long vowel sound. cry هتقول لي أيوة دي long I. saw هتقول لي دي long O. cone أيوة دي long O. swim هتقول لي لأ دي short. fuel، fuel، fuel هتقولي ايوه the long u or long u. cube، cube هتقولي ايوه مستر دي برضو long u. bat لا. make هتقولي ايوه the long a. feet، feet هتقولي ايوه the long e. تعال يلا على السؤال اللي بعده، بيقول match the syllables to make words then listen and say. number one spider، number two teacher، number three robots، robots، number five paper، paper، paper. طبعا في السؤال اللي بعده بيقول listen and write the number of syllables next to the words then say the words. مفروض ان احنا بنقرأ ونطلع عدد المقاطع، وشكل ما شفنا ان عدد المقاطع يعني الصوت المتحرك اللي بيبقى بين اتنين ساكنين. يعني مثلا ب ب ب ب كم صوت؟ 2. رفع عليكم. يبقى هنا مقطعين. delete، delete، يبقى ده مقطعين. robot مقطعين. window مقطعين. racket مقطعين. human، 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 human هتقول اتنين. spider اتنين. tiger اتنين. paper اتنين. final هتقول اتنين. hotel هتقول اتنين. music هتقول اتنين. egypt، egypt هتقول اتنين برضو. pollute اتنين. teacher
teacher هتقول لي برضو اتنين طلعوا كلهم فيهم two syllables يعني مقطعين اتنين. تعال نشوف يلا التدريبات اللي في صفحة 88 على الدرس الثالث. طبعا اول سؤال بيقول لي وصل اول واحدة football pitch طبعا ده اللي هو ملعب كرة القدم. كراتي سوت كراتي سوت دي البدلة بتاعة الكراتي. طيب فوتبول بوتس حذاء كرة القدم ده بي. سومينج جوجلز دي النظارة بتاعة السباحة اي. سكواش راكيت سكواش راكيت يعني مضرب السكواش ده اي. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال اللي بعده. عندنا كلمة فيفورت يعني مفضل كيكينج يعني ركل وعندنا بيكوز يعني لأن. بول I love sports very much I love a ball on a pitch يبقى المفروض بحب ركل. احنا قلنا حبايبي love دي بيجي وراها اسم او verb plus ing فهقول kicking يعني انا بحب ركل الكرة في الملعب. football is my a sport اكيد هتقولي football is my favorite قلنا favorite حبايبي بمعنى مفضل my favorite sport يعني رياضة المفضلة. I love this sport. I'm very good at it. بقول انا بحب الرياضة دي لاني جايب السبب انا بحبها ليه لاني جيد فيها. فاقول على طول because حبايبي يعني لان. طب تعالوا نشوف هنا بقول لي اكتب عدد المقاطع الصوتية للكلمات الاتية كما بالمثال. طبعا هنا حبايبي عايز الاصوات مش عايز المقاطع. يعني مش عايز الكلمة فيها كم مقطع لكن عايز الكلمة فيها كام صوت. طيب عندنا كلمة fish fish ادي الفاء ادي الايه وده طبعا صوت لوحده فبقى ثلاثة. طيب neck ادي الام ايه وده صوت لوحده يبقى حبايبي دول هما كمان 3. sun س ا ن ثلاثة. ضل ده دول لوحدهم صوت فيبقوا برضو 3. بيبي 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 ادي بي بي يبقى ادي 4 4. تايجر تايجا 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 طبعا بريتش يا حبايبي في النطق البريتش ما بينطقوش حرف الار فتبقى تايجا تايجا تبقى 4 شكله بالظبط بي با بي با ودي طبعا بتبقى شواء قصيره صوت قصير يعني خلاص فبالتالي هيبقى دول اللي منطوقين والار مش منطوقه هتبقى 4. را بات را را بات كده كام 1 2 3 4 5 يبقى دول كام حبايبي 5. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 89 بولي choose the right answer from A, B or C. بولي when I play football I wear football A. بولي لما انا بلعب كورة برتدي ايه؟ ايه اللي انا برتدي؟ اكيد football boots يعني الحذاء الكورة. I like squash very much I play with mine. اكيد بلعب السكواش بالايه؟ racket. خلي بالك ان الراكت دي حبايبي معناها صاروخ. I play tennis with rackets and tennis بلعب التنس بالمضارب اكيد وكرة التنس او كرات التنس يبقى tennis balls. Number 4 بيقول لي a football A is a place where I play football طبعا اسمه football pitch يعني ملعب كرة القدم. I like to wear swimming A when I go swimming بحب البس A للسباحة لما اروح اسبح اكيد طبعا الجوجلز اللي هي نظارة السباحة. I wear A when I do karate برتدي ايه لما بلعب كراتيه لاحظ بقى ان كراتيه خدت دو يبقى I wear a suit وسوت حبايبي بمعنى بدلة. تعال نشوف يلا الباراجراف بتاعنا اللي بيكلمني عن swimming pool. swimming pool حبايبي اللي هو حمام السباحة يبقى طالما هتكلم عن حمام السباحة فاكيد طبعا انا هتكلم عن رياضة السباحة وقلت طالما بتكلم عن الرياضة عموما يبقى انا لازم اكتب I like sports يعني انا بحب الرياضة او sport وبعدين اقول my favorite sport يعني رياضتي المفضلة is swimming هي السباحة. طيب طالما رياضتي المفضلة هي السباحة يبقى لازم اقول انا جيد في السباحة. I am good at swimming
يعني حبايبي انا جيد في السباحة. طب بستخدم ايه وانا بسبح؟ I use my swimming goggles when I go swimming، يعني لما بسبح. بعدين بقى هقول ان انا بسبح في حمام السباحة، يبقى I swim in the swimming pool، يعني في حمام السباحة. اقول ان هو مكاني المفضل. It's my favorite place، واقول انا بروح اسبح امتى؟ I go swimming every weekend. ويكند حبايبي يعني كل عطلة نهاية اسبوع. انا ايه كتب وبكده، يبقى انا كتبت باراجراف بسيط خالص، جبت فيه السويمنج بول اللي هو اصلا في رياضة السباحة. تعالوا نشوف يلا سؤال بانكتويشن. بيقول لي بانكتوي the following: I practice football on Friday. بآي الكابيتال طبعا، practice طبعا حبايبي ما فيهاش اي حاجة، football كرة القدم ما فيهاش اي حاجة برضو، on طبعا Friday ده اسم ايه؟ هتقول لي اسم يوم يا مستر، يبقى الاف كابيتال وفي الاخر فلسطاب. What's your favorite sport؟ طبعا حبايبي الدبليو بتاعت what، وايه كمان؟ الابوستروفي اس. طب يور يا مستر، هتقول لي ما فيهاش حاجه، فيفوريت برضو ما فيهاش حاجه، سبورت ما فيهاش اي حاجه، بس في الاخر كويستشن مارك علامه استفهام عشان ده سؤال. تعال حبايبي يلا نروح للاكتيفيتيز بتاعه الدرس الرابع، ودي هلاقيها في بيج 93 صفحه 93. بيقول لي a greenhouse is، قلنا طبعا الصوبه دي مالها؟ قال لي a glass building used for growing plants، ده باب زجاجي بستخدمه عشان ازرع فيه النباتات. يبقى هوصلها بايه؟ a nightmare، قلنا nightmare حبايبي اللي هو الكابوس، الكابوس ده ماله؟ قال لي is a bad dream، يعني حلم سيء. يبقى طبعا هوصلها بدي. I sit under، يعني أنا بجلس تحت. بجلس تحت إيه؟ قلنا بنجلس تحت ظل الشجرة، يبقى under the shade of this tree، يبقى number C. letter C. I can't breathe، يعني أنا مش قادر أتنفس. ليه؟ قال the air is black and toxic، لأن الهواء أسود وسام. The air freshener is، قلت حبايبي air freshener اللي هو المعطر، ماله المعطر ده؟ قال لي is a way of making the air smell cleaner، دي طريقة بنخلي بيها الهواء ريحته أجمل، فعشان كده هوصلها ببي. تعال نشوف يلا السؤال الثاني. عندنا كلمة practice يعني يمارس، dirty يعني قذر، وعندنا كلمة plastic البلاستيك. بيقول لي every summer we go to the beach and swim in the sea، كل صيف بنروح الشاطئ ونعوم في البحر. Swimming is our favorite sport، هي رياضتنا المفضلة. We can't swim in the sea because there is too much A in it. طبعا بيقول لي مش قادرين نعوم في البحر لان فيه كتير، اكيد بلاستيك كتير. وانا قلت لكم حبايبي ماتش بتيجي مع الاسم اللي ما بيتعدش، فاقول too much plastic. It's A، طالما فيه بلاستيك كتير يبقى هو dirty، dirty يعني متسخ. We want to A our sport، طبعا احنا عايزين نمارس الرياضة بتاعتنا، يبقى practice. تعالوا نشوف يلا التمرين الثالث، وده تمرين الاختياري. بيقول لي A is a bad dream، ايه اللي حلم سيء؟ هتقول nightmare يعني الكابوس. We can't go to school because it's the rain، طبعا هنا حبايبي بسبب اسمها because of، وان الاف هنا بتنطق في of. Emissions، وان emissions دي اللي هي الغازات السامة والانبعاثات الضارة. Are A from cars or factories، برافو عليكو، gases يعني غازات. The child، child حبايبي اللي هو الطفل، is A in bed and has a bad dream، طبعا نايم في السرير، في النايم هتقول لي asleep، asleep in bed يعني نايم في السرير وبيحلم حلم سيء. اللي بعدها I sit under the of this tree، طبعا بجلس تحت ظل الشجرة، فين الظل حبايبي؟ shade، لكن share بمعنى يشارك وshape بمعنى شكل. تعالى number 6، بقول Cairo is a very busy city، it has too much A، طالما هي مدينة مزدحمة يبقى اكيد هيبقى فيها مرور كتير
او ازدحام مروري كتير، فاكيد هقول too much traffic. ترافيك حبايبي اللي هو الازدحام المروري. تعالوا نشوف يلا صفحة 94 والترتيب بتاعنا. going, where, to, today, the, park. عايز اقول ان احنا رايحين الحديقة النهاردة، شكل بقرينا كده في الموضوع. we are where، وراء فعل في ing، going to the park today، يعني احنا رايحين الحديقة النهاردة. number two، emissions are there too many. طبعا عايز اقول يوجد الكثير من الانبعاثات، but there are too many، يعني الكثير جدا من emissions. emissions يعني انبعاثات ضارة، غازات يعني ضارة. number three، planet we need look after to our. طبعا هقول ان احنا محتاجين ان احنا نعتني بالكوكب بتاعنا، يبقى we need to اللي بيجي وراها مصدر، يبقى look after اللي معناها يعتني بي، our planet يعني احنا محتاجين نعتني بالكوكب بتاعنا. طيب grass that was green، عايز اقول ان العشب كان اخضر، يبقى the grass العشب يعني كان يعني was. خلي بالكوا حبايبي العشب ده لا يعد، فبيعمل معاملة المفرد، فقلت was green يعني كان لونه اخضر. بعدها can't we go outside، يبقى عايز اقول احنا مش قادرين نخرج برا، we can't go outside يعني احنا مش قادرين نخرج برا. تعال يا حبايبي يلا نشوف مع بعض السؤال الخامس، سؤال الترقيم. what do you think of the story، عادل خلي بالكوا عادل هنا منادى، يبقى what الدبلو طبعا، do you think of the story، عادل الاي عشان ده منادى واسم شخص، في الاخر طبعا question mark عشان ده سؤال. طيب we can't sit outside anymore، مش هنقدر نقعد بره اكتر من كده، w can't، برافو عليكم الابوستروفي، sit outside any more. في الاخر وفي الاخر طبعا هحط فلسطاب لان دي جملة عادية. تعال يا حبايبي يلا نشوف الاكسرسايزز اللي في صفحة 100 ودي على الدرس الخامس والسادس. بقولي choose the right answer from A, B, C or D. بقولي هدايا ملاك is A Egyptian taekwondo player، طبعا دي famous، وfamous حبايبي معناها مشهور، انما toxic يعني سام، وangry يعني غضبان. طيب بقولي هدايا born on April 21st 1993، قلنا حبايبي ولد اسمها was born، ولو جمع يبقى were born، طبعا دي هتاخد was لانها مفرد. number 3 بقولي she won many prizes، يعني هي كسبت جوائز كتير، at the age of 14، قلنا حبايبي في سن اسمها at the age of. number 4 بقولي هدايا won the bronze A، يعني هي كسبت الميدالية الاي البرونزية، فبالتالي اسمها bronze medal يعني ميدالية، انما ميتال حبايبي بمعنى معدن، وراكت بمعنى مضرب. number 5 بقولي I play squash with عمر، عمر is my، طالما انا بلعب سكواش مع عمر يبقى عمر ده هو المنافس بتاعي، المنافس بتاعي اسمه competitor 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 competitor. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده. عندنا كلمة وان، عندنا كلمة prizes، عندنا كلمة taekwondo، وانا قلتلكوا حبايبي الدبلو هنا منطوقة taekwondo. بقولي هداية ملاك was born on April 21st 1993، she began practicing A at the age of 7 and won many A at the age of 14. هدايا A many important awards. تعال بقى بالراحة واحدة واحدة. احنا قلنا ان هدايا ملاك دي اتولدت في 21 ابريل 1993. طيب she began practicing A at the age of 7، اكيد طبعا بدأت ممارسة رياضة التايكوندو.
تاي كواندو. خلي بالكوا الدبليو تاني منطوقة. تاي كواندو. تاي كواندو. طيب at the age of 7 and won many, طبعا كسبت جوائز كتير, يبقى prizes. prizes يعني جوائز, وفي awards يعني جوائز. at the age of 14 هدايا ايه many important words, طبعا هدايا كسبت, يبقى اكيد won يعني كسبت جوائز كتير. تعال نشوف يلا سؤال الترتيب. بيقول لي practicing she hard is, طبعا هبدأ بشي وده مضارع مستمر يبقى لازم اجيب is الاول, بعدين practicing الفعل اللي فيه ing, وبعدين اجيب الحال بتاع اللي هو hard. طيب واللي helped a Moroccan she with athlete special needs, طبعا عايز اقول ان هي ساعدت لعبة العاب مغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة, يبقى هقول she, هي يعني المقصود هداية, helped, طب ساعدت مين؟ يبقى a Moroccan athlete with special needs يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة. تعال نشوف نمبر 3. بيقول is kind هداية a very person, طبعا هبدأ بالفعل بتاع اللي هو حبيبي هداية, فين الفعل بتاعي is, قلت لكم الدرجة بتيجي قبل الصفة, يبقى لازم اقول a very kind وبعد كده اقول person. تعال نشوف نمبر 4. does what won't she the future for, طبعا انا عايز اقول هنا ماذا تريد للمستقبل, يبقى هقول what does, ادي فعل مساعد, فعل بتاع شيء, فعل الاساسي بتاعي want, for the future يعني ماذا تريد للمستقبل, وحط الكويستشن مارك بتاعتي علامة الاستفهام. تعال نشوف بقى حبايبي الباراجراف بتاعي واللي بيقول لي اكتب لي فيه عن هدايا ملاك. المفروض ان انا قريت الموضوع بتاع هدايا ملاك كتير جدا لدرجة الحفظ, فاقدر اكتبه. كمان عرفنا في الوحدة دي ازاي بكتب عن السيرة الذاتية لشخصية رياضية مشهورة. قلنا اول حاجة حبايبي ببدأ بالاسم وقول ان هي شخصية رياضية مشهورة او ان هي لاعبة تايكوندو مشهورة, يبقى اذا هقول هبدأ خالص بالاسم اللي هو هداية ملاك. مالها؟ is a famous, كمل تحت, Egyptian taekwondo player. انا كده عرفتها ان هي لاعبة سكواش مصرية مشهورة. طيب قلت بعد كده بقول بقى هي اتولدت امتى, فاقول she was born, شكل ما احنا حافظين, on April يعني في الحادي والتوينتي فيرست, الحادي والعشرين من ابريل, الكومة بتاعتي 1993. طبعا مديني awards يعني هقول هي كسبت جوائز كتير, يبقى she won many awards يعني هي كسبت حبايبي جوائز كتير. اقول طبعا ان هي بتتدرب بجد, يبقى هقول she practices او trains, كلمة trains حبايبي يعني تتدرب, she trains very hard, بتتدرب بجد جدا. طب حبايبي هو هنا بيقول لي اكتب عن المستقبل, طبعا احنا قلنا في المستقبل ان هي عايزة تكسب ميدالية ذهبية, يبقى in the future في المستقبل, she wants يعني هي تريد, to win ان هي تكسب, a gold medal, لان قلنا اللي حصلت عليه هي الميدالية البرونزية.
طبعا كتابة بسيطة جدا عن هداية ملاك وبشكل مختصر جدا. طبعا ممكن اكتب حاجات كتير ولكن حاجات دي بسيطة وسهلة اقدر اكتبها. تعال نشوف يلا سؤال punctuation. بيقول لي punctuate the following. هداية ملاك is a famous player. طبعا هداية الاتش عشان اسم شخص وفي اول الكلام ملاك لازم الام كابيتال عشان برضو اسم شخص. is a famous player. مفيش اي حاجة تاني غير الفلسطين. طب تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي what the most important award she won. طبعا what W الابوستروفي the most important مفيش اي حاجة awards برضو مفيش حاجة she won مفيش اي حاجة حبيبي في الاخر question mark عشان ده سؤال. تعالوا نشوف حبايبي بقى صفحة 107. صفحة 107 ودي شكل ما احنا شايفين فيها الازهر فيها الاسئلة بتاعة الازهر. واول سؤال طبعا بيجي لي listening. listening يعني استماع. المفروض ان احنا بنسمع وبعد كده بعد ما نسمع بنختار شكل ما بنسمع بالظبط. بولي monkeys are good at climbing trees. يبقى هنا لازم اعلم على trees الاشجار. number 2 بولي football is my favorite sport. يبقى مين الرياضة المفضلة؟ هتقولي فوتبول يا مستر. عندنا السؤال الثاني سكواش وعندنا ماتش سكواش رياضة السكواش ماتش مباراة وسبورت. What are you watching؟ وانت بتشاهد ايه؟ An old E. اكيد an old E في دول هتقولي يا مستر an old match يعني مباراة قديمة. What are you good at؟ عايز اقول ما الرياضة. يبقى what sport are you good at؟ I'm good at playing هتقولي سكواش يعني انا جيد في لعب الاسكواش. تعال يلا نشوف القطعة بتاعتنا. بقول لي هاي ام اسامة ام جود ات بلاينج فوتبول اند ميكينج كيكس. اي بلاي فوتبول وذ ماي فريندز ات ذا كلوب ام باد ات بلاينج هاندبول. تاني بقول انا اسامة انا جيد في لعب كرة القدم وكمان صناعة الكيكة وبلعب كرة القدم مع اصدقائي في النادي بس انا سيء في لعب كرة اليد. اسامة از جود ات بلاينج وات هتقول لي بلاينج فوتبول. طب أسامة likes making هتقول لي cakes. طب أسامة is bad at playing هتقول لي أكيد handball اللي هي كرة اليد. تعالوا يلا على السؤال الأخراني number 5 بقول لي I am good at playing football هتقول لي مستر good at لأن good بتاعت حرف الجر at و good at big وراء verb plus ing. طيب بقول لي هداية ملاك is a famous Egyptian A player هتقول لي taekwondo. taekwondo. تعال حبايب يلا نشوف أسئلة التست اللي على unit 2. بقول لي he is good at a tennis هتقول له مستر بلاينج عشان good at be gonna verb plus ing. I am good at football a I practice a lot. بقول انا كويس في كرة القدم. هنا الدنيا يا حبايبي السبب ان انا بتمرن كتير يبقى على طول هختار because. بعدها وائل is a at squash then. لاحظ بقى حبايبي هنا في كلمة مين then يبقى انا عايز صيغة مقارنة فين هي هتقول له better يا مستر افضل. Number 4 بقول we play football on the football A بلعب كرة قدم على ملاعب كرة القدم يا ترى اسمها ايه هتقول لي football pitch. تعال نشوف يلا سؤالي الاختياري بيقول لي read and match. A nightmare is قلنا حبايبي nightmare اللي هو الكابوس قال لي is a bad dream حلم سيء. هداية ملاك was born طبعا اتولدت في 21st of April 1993 يعني في 21 من ابريل 1993 يبقى على طول هختار سي. طيب she is practicing يعني هي بتتدرب ايه هتقولي بتتدرب بجد يا مستر عشان تكسب ميدالية ذهبية يبقى على طول هختار ايه. swimming goggles are طبعا نظارة السباحة دي مالها قال لي هي اللي انا بلبسها what I wear when I go swimming يعني اللي انا بلبسها لما بروح اسبح يبقى على طول هوصلها بي. a greenhouse is طبعا قلنا حبايبي الصوبة دي قلنا مبنى زجاجي كده بزرع فيه النباتات يبقى glass building used for growing plants. A. تعال يلا بسرعة نشوف القطعة بتاعتنا. بقول لي football is one of the most popular وقلنا popular دي حبايبي معناها محبوب. sports in the world world حبايبي اللي هو العالم يعني واحدة من أكتر الرياضات المحبوبة في العالم. people like it very much يعني الناس بتحبها جدا. people play football on pitches يعني بيلعبوها على قلنا دي ملاعب كرة قدم. It's one of the most important games in the Olympic Games since 1900. بقول لي ده واحدة من أهم الألعاب الأولمبية منذ سنة 1900.
People play football by foot only, but the goalkeeper is the only player who can hold the ball with his or her hands. لو احنا بنلعب الكرة بايه؟ بالقدم. ما عدا حارس الجولكيبر ده حارس المرمى هو اللي ممكن يمسكها بايه؟ بايديه. People play football in two teams. يلعبوها في فريقين. Each team consists of كلمة consists of خدناها قبل كده معناها يتكون من 11 players 11 لاعب. The winner is the team with players who score the most goals. قال لي ان الفائز هو الفريق اللي اللعيبة بتاعته كلمة score يعني يسجل most goals اكثر الاهداف. تعالى كده بقول people play football on طبعا اكيد pitches يعني ملعب كرة القدم. Football team consists of a players ان فريق كرة القدم بيحتوي على 11 لاعب يبقى 11. تعال نشوف يلا السؤال الاول بقول who can hold the ball with his or her hands مين اللي يقدر يمسك الكرة بايديه. برافو عليك هتقول له مستر حارس المرمى يعني معناها هقول the goal keeper goal keeper حبايبي اللي هو حارس المرمى. طيب بقول what's the most popular sport in the world ايه اكتر رياضة محبوبة في العالم. اكيد طبعا هتقول لي فوتبول يعني كرة القدم. تعال نشوف يلا الاختيارات بتاعتنا. عندنا فريشنرز وانا فريشنرز حبايبي اللي هي المعطرات. توكسيك يعني سام. اميشنز يعني غازات او انبعاثات. بقول لي the air is very bad الهواء خلاص بقى سيء. I can't breathe مش قادر اتنفس. The air is black and بيقول لي ان الهواء اسود اكيد وايه وسام. يبقى توكسيك. توكسيك يعني سام. Inside the house we use air A to try to make the air smell better. بتستخدم ايه بقى؟ برافو عليكم معطرات عشان نخلي الهواء ريحته كويسة. فحكتب هنا طبعا كلمة فريشنرز. We can't go outside. There are too many cars and too much traffic. ده فيه سيارات كتير وازدحام مروري. There are too many A from cars. اللي بيطلع من السيارات. برافو عليكم. Emissions. يعني انبعاثات غازات ضارة. تعال نشوف مع بعض يلا سؤال الترتيب. بقول له are jumping cats at good اكيد طبعا هقول cats are good at jumping good at big or over plus ing. One important هدايا awards many عايز اقول هدايا كسبت جوائز كتير يبقى هدايا هصغر خط شوية. One يعني كسبت لازم اجيب من الاول العدد وبعدين important الصفة وبعدين الاسم بتاع حبايبي awards. تعالوا نشوف يلا اللي بعدها. She why is important لازم هقول why is فعل مساعد she important يعني ليه حبايبي هي مهمة وحط علامة الاستفهام. طب بقول great مازن is doing at jigsaws طبعا هبدأ بالفعل بتاع اللي هو مازن. Verb to be is great at فعل فاعل ينجي على طول doing jigsaws. قلنا لعبة الصور المقطعة. طبعا حبايبي هنا الشكل ما اتكلمنا عن هداية هو برضو بيقول يتكلم عن sports person يعني شخص رياضي. طبعا حبايبي متكلمين عليه كتير متكلمين عن محمد صلاح ممكن ترجع له متكلمين عن هداية ملاك ممكن ترجع لها وتحفظ اي واحد فيهم وتكتبه لو جه في الامتحان. تعال نشوف يلا سؤال punctuation سؤال الترقيم واخر سؤال معانا النهاردة. بقول له what's your favorite sport علي يعني ايه رياضتك المفضلة يا علي. طبعا هنا W هتبقى capital is your favorite sport طبعا علي لازم الـ A تبقى capital وفي الاخر question mark عشان سؤال. He it's capital طبعا is a famous طبعا حبيبي اي جنسية لازم تبدأ بكابيتال letter يبقى Egyptian player وحط في الاخر حبيبي
فلسطوب لان دي جملة عادية. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا بسرعة، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجاية ان شاء الله. استنونا ان شاء الله مع حل الوحدة الثالثة بالكامل، ولكن حبيبي احنا بنحل الوحدة بعد ما نشتغل الشرح الاول في كتاب المعاصر. اول ما بنخلص الوحدة بنبدأ حل الوحدة بالكامل في كتاب باي. اشوفكم على خير. جود باي. السلام عليكم.